ايه اللي بتبقى مؤشرات يا استاذه ميرفت على ارض الواقع تقدروا تقولوا ان احنا ماشيين في المسار الصحيح، او ان احنا خطواتنا بتؤتي اكلها زي ما بيقولوا؟ يعني ببساطة ان احنا بالفعل شفنا زيادة في حجم الصادرات في السنة اللي فاتت. هل لان احنا قللنا الواردات؟ الاتنين حصل الحقيقة. يعني حصل حاجتين، في حصل الواردات قلت، ممكن يكون برضو لعدة أسباب، الارتفاع في سعر العملة وتكلفة استيراد، فبالتالي استغنينا عن جزء ممكن يكون ما كانش ليه احتياج أو سلع فيها رفاهية شوية، ده جزء. والجزء الثاني أنه بقى في تشجيع للإنتاج، وبالفعل يعني يمكن في وقت من الأوقات ما كناش بنشوف مثلا الملابس الجاهزة المصرية، النهاردة بتشوفي الملابس الجاهزة، بتشوفي الأحذية، يعني في سلع كتيرة في وقت من الأوقات تكلفة استيرادها كانت أقل بكثير من أنها تنتج محليا، النهاردة الوضع انعكس، فبالتالي أصبح في زيادة في الإنتاج، وعلشان كده كمان أصبح في تجويد للمنتج، وبالتالي أصبح في يعني استهداف للصادرات، لأن القطاع يعني القطاع ده من أكتر القطاعات الحيوية اللي هتساعد في بناء الاقتصاد المصري وفي ثبات الدخل من العملة، يعني والتأثر فيه نتيجة مثلا أي تقلبات بتحصل بيكون أقل بكتير من مثلا السياحة. السياحة أي حاجة بتحصل ممكن تأثر على السياحة صحيح. في وقت قصير، الصادرات على العكس، فبالتالي هذا قطاع مهم، عشان كده الدولة بتوليه اهتمام كبير جدا، وأعتقد أن احنا ماشيين في الطريق الصحيح، والأرقام خير دليل لذلك.